على الالتزام بعدم الخروج من المنزل إلا للحالات الطارئة. المدن هادئة، الطرقات فارغة، الكل مطمئن، ولكن هناك عيون ساهرة لا تنام. ظروف استثنائية حلت على العالم، فيروس مستجد يضرب جميع الدول الواحدة تلو الأخرى. South Korea and the US reported their first coronavirus cases. 743 people have died in the last 24 hours. البشر مهددون والوقت هو العامل الأهم. More families are going to lose loved ones. I want every American to be prepared for the hard days that lie ahead. This will be the new normal until a vaccine is developed. الخطر قادم إلى الدولة. سباق مع الوقت. سباق مع فيروس لا يرحم. سباق مع عدوى لا تميز. تأهبت إمارة دبي قيادة وأجهزة لحماية الوطن. الهم الوحيد سلامة الشعب. وبناء على توجيهات الدولة والمتابعة الدائمة للهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث في الإمارات العربية المتحدة، باتت اللجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث في إمارة دبي بجهوزية تامة، تراقب عن كثب تحركات الفيروس وتواكب التطورات تحضيراً للمواجهة الآتية. رؤية الشيخ محمد بن راشد في تحويل التحديات إلى فرص، وراء كفاءة قدراتنا على التعامل مع حالات الطوارئ وتوجيهات ومتابعة الشيخ حمدان بن محمد هي الدافع لفرق العمل التي تسابق الزمن ضمن البرامج والخطط الموضوعة من قبل اللجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث في دبي، من أجل ضمان أعلى مستويات الحماية والسلامة لجميع أفراد المجتمع ومنع تفشي المرض. صدر الأمر بزيادة الإجراءات الأمنية داخل الدولة وتفعيل أنظمة الكشف الحراري في 22 من يناير من عام 2020 في جميع المنافذ الجوية البحرية البرية وأماكن التجمعات. عرفنا نحن مداخل المسافرين وتجمعاتهم في الترانزيت في قسم الجوازات عند الجمارك، فحرصنا أن تكون هناك كاميرات حرارية في جميع هذه المناطق، وكان الفحص تقريبا يصير على بعض المسافرين اللي تبين عندهم ارتفاع في درجة الحرارة، كذلك الوجهات اللي قامت تيجي منها مثلا أمور الفيروس بشكل مستمر، هذه اللي خصصنا لهم فحص إجباري لازم يعمل لهم وقت وصولهم للمطار. كل هذه التدابير والإجراءات كانت ضمن خطة احترازية لتجنب وصول الفيروس إلى الإمارات العربية المتحدة، ولكن الجميع كان يعلم أن الفيروس آت لا محالة. أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع في دولة الإمارات عن تشخيص حالة إصابة بفيروس كورونا الجديد لأشخاص من عائلة واحدة قادمين من مدينة ووهان في جمهورية الصين الشعبية. ظهرت الإصابة الأولى في الدولة، ومعها بدأت المرحلة الأولى، مرحلة الاستجابة. تماهياً مع تجارب الصين في مكافحة هذا الوباء، تم تشكيل فرق عمل في إمارة دبي تراقب كل أخطاء الدول الموبوءة. لجنة الحقيقة عملت بشكل انتظامي باجتماعات مكثفة باجتماعات يومية على سير العمل، تخذينا خطوات كثيرة فيما يتعلق بال
الحجر الصحي، العزل المنزلي. دولة الإمارات الحقيقة قدمت نموذج إنساني مشرف. كانت مراكز التقصي الوبائي تعمل على مدار الساعة للإبلاغ المبكر عن أي حالة إصابة جديدة تحت إشراف هيئة الصحة. الحقيقة هذه المرحلة كانت فيها تدابير احترازية، تدابير أيضاً للكشف، ثم تدابير أخرى بإجراء الفحوصات. من جهتها وزعت مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف 122 نقطة إسعافية منتشرة في جميع أنحاء إمارة دبي مستعدة للاستجابة السريعة، وكذلك خصصت مركبات عديدة لنقل حالات الإصابة سواء كانوا مصابين فعلا أو مشتبه بإصابتهم. الإسعاف هو الخط الأول وهو النداء الأول لمساعدة الشخص اللي محتاج للوصول الى المستشفى. طبعا الحين بسيرون وبتشتغلون المنطقه الفلانيه اللي هي شخص موجود، وتيكون السياره تفتح الباب مع التعقيم. تم اعطاء جميع المسعفين محاضرات توعيه، يعني كيف الواحد بيشتغل من قلبه ان هاي بلاده، لازم ما نخاف على اساس ان الواحد لما يوصل يكون شجاع مع أخذ الحيطة لحمايته للمسعف وحماية الشخص اللي ناقلنا أو متجه إلى المستشفى. الحمد لله نحن فخورين فيكم، فخورين بكل الأطباء والممرضين والممرضات والمسعفين والمسعفات والإداريين في قطاع الصحة. أنتوا الخط الأمامي، الدفاع الأول عن الوطن، والمهمة تقومون فيها كبيرة وعظيمة، ولكنها بعدها ما انتهت. تكمن الصعوبة في مواجهة فيروس كورونا المستجد في أنه عدو خفي لا يمكن رصد تفشيه والحد منه إلا من خلال حصر عدد الإصابات. في هذه المرحلة وتزامناً مع حملة خلك في البيت، وضعت إجراءات احترازية جديدة فعلت دور السكان بشكل أساسي ومجتمعي من خلال اتباع قواعد التباعد الاجتماعي، البقاء في المنزل، الالتزام التام بمعايير ومتطلبات النظافة الشخصية والمنزلية، والممارسات الصحية الأمثل عند الخروج من المنزل لقضاء الحاجات الضرورية كارتداء كمامات الوجه والقفازات. ومن هذه النقطة كان على الحياة العملية أن تستمر. كان هناك تواجد من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، من خلال الرسائل الموجهة بالشركة لأن مثل المكتب الإعلامي في توجيه هاي الرسائل اللي هي تحث جميع أفراد المجتمع أنهم يلتزمون بيوتهم. راهنا على استجابة المجتمع لجميع الإجراءات الموجودة، لأن في النهاية هاي الإجراءات كلها تصب في مصلحة المجتمع. الروح عالية لدى المواطنين والمقيمين، الكثير منهم دعموا جهود الدولة بالتزامهم الكامل بالإجراءات الوقائية المقررة، والكثيرون تطوعوا للمساعدة في تطبيق الإجراءات الجديدة. الجهود التي نتكلم عنها اليوم هي جهودكم أنتم كمواطنين ومقيمين في إمارة دبي، والتي أعتبرها مكملة لجهود الفرق كلها. الكل شارك في حملة مجتمعية أوجدت التلاحم للحفاظ على الدولة والمدينة لتكون آمنة وتمشي بوتيرة أسرع للتعافي والشفاء من هذا الوباء. ولكن ما زلنا في منتصف الطريق. We have therefore made the assessment that COVID-19 can be characterized as a pandemic. تم إعلان فيروس كورونا كوباء.
الحياة اليومية ستتأثر بشكل كبير، لتبدأ مرحلة جديدة في الصراع مع الوباء الجديد، مرحلة التعقيم الوطني الجزئي. من جانبه أوضح العميد عبد العزيز عبد الله الأحمد من وزارة الداخلية أنه سيتم تنفيذ برنامج التعقيم بشكل يومي، ومعها تم تقييد حركة السكان من الساعة 8 مساء حتى 6 صباحا لتسهيل عملية التعقيم الشاملة في إمارة دبي، مؤكدا أنه سيتم اتخاذ الإجراءات الرادعة اللازمة للمخالفين. طبعا كانت في خطة موضوعة لجميع مناطق دبي بالتعاون مع الشركة سواء بلدية دبي أو الدفاع المدني على تحديد المناطق اللي ممكن نبدأ فيها بالتعقيم. الحمد لله رب العالمين، كان في تعاون وتجاوب كبير من كل أفراد المجتمع الموجودين في إمارة دبي. استخدمنا آليات كثيرة للتطهير في إمارة دبي، ولأول مرة نستخدم أيضا طائرات الدرونز اللي هي تبدأ تعقم المناطق، وخاصة في المناطق اللي هي نحن ما سيارات ممكن ما توصلها بدال ما أن الشخص هو روحها إيرش. جهزنا أيضا دراجات اللي هي معقمة وخاصة، ودربنا الأشخاص عليها أن تبدأ تدخل في تعقيم حتى المناطق الضيقة. يعني صحة وسلامة مجتمع دبي من مواطنين ومقيمين، هذه كانت أهم الأشياء اللي استندت عليها بلدية دبي وبتوجيهات من إدارة الأزمات والكوارث أيضا في إمارة دبي. فتلت بعدها إغلاق بعض الأنشطة التجارية. في هذه المرحلة الدقيقة كان على السكان الالتزام بشدة بكل التعليمات، ومن جهة أخرى تفاهم التصعيدات الوقائية الجديدة الحاصلة من أجل ضمان سلامتهم. التزامكم بتوجيهات قيادتنا هو الحماية لأسركم ومجتمعكم والوطن. مع تزايد الحالات وإعلان مستوى الخطر صار وباء عالمي، بدأنا نسوي تعقيم وتطهير يومي لكل وسائل النقل. بالنسبة للمترو قللنا الأعداد يمكن من 643 شخص إلى 138 في كل قطار تقريبا. أيضا بالنسبة للباصات قللنا العدد الكراسي في كل باص. أيضا بالنسبة للتكاسي السائق وياه راكبين، بالإضافة إلى أن حطينا عازل للسائق التاكسي عن الركاب. وفرنا خدمات أيضا للإسعاف وغيرها من الدوائر، بالإضافة إلى أيضا إعطاء الدعم اللوجستي لكل المؤسسات والشركات اللي تشتغل في وقت الحظر. خلال مرحلة التعقيم الجزئي كان من الضروري تأمين أكبر قدر ممكن من احتياجات السكان الغذائية والطبية بشكل يعفيهم من عرقلة عملية التعقيم المسائية، ويخفف الضغط عن أماكن بيع المواد الغذائية. توصيل البضائع والغذاء والأدوية من أهم الأشياء اللي ما نقدر أن نتأخر فيها أو نعرقل وجودها بسبب والله أن هناك أزمة، والحمد لله مخزون موجود وعندنا مستودعات كافية، وبالعكس حتى كثير من الشركات وفرنا المستودعات مجانية خلال الأزمة. اللي ما قدر يستلم بضاعته نحن نخزنها ونوزع لهم إياها، وبالتالي هنا وين بدينا نسرع الواقع في تطبيق أنظمة وابتكارات جديدة تخلي زبائننا بكبسة زر أن يطلب بضاعة معينة وتوصله. ولا تشلون هم الدواء والغذاء، هذا خط أحمر لدولة الإمارات، عندنا القدرة على تأمين الدواء والغذاء إلى لا نهاية.
لما صدر قانون التعقيم الوطني وقانون التعقيم المحلي الشيء أكيد هناك الكثير من الفئات الموجودة اللي بحاجة إلى الخروج على حسب ضروريات الموجودة. تم طبعا استحداث برنامج التصريح اللي من خلاله يستطيع كل أفراد الجمهور تقديم طلب خروج سواء للعيادات أو الصيدليات أو لقضاء حاجاتهم اليومية، لكن أخذنا بعين الاعتبار أن التصريح ما يكون مكرر، وإن شاء الله من خلال هذا البرنامج اللي هو برنامج التعقيم الوطني واللي تلاه بعد ذلك اللي هو التعقيم المحلي عندنا اللي استمر على مدار 24 ساعة أن نحقق النتائج المرجوة منه. تقييد الحركة الكلي اللي حصل في دبي بعد عطانا فرصة أكبر أن نحن نقدر ندخل في جميع مناطق الإمارة في الأوقات المناسبة. طبعا بلدية دبي عملت مع جميع دوائر حكومة دبي، فما كان عملها منفصل أبدا، اشتغلنا كفريق واحد وبدأنا نحن في بلدية دبي بتعقيم جميع مناطق الإمارة وما زلنا مستمرين. بالإضافة إلى ذلك امتدت الإجراءات الوقائية التي قامت بها البلدية لتشمل إيقاف تدوير العمال في مناطق العمل المختلفة وتدريب جميع المشرفين على الإجراءات الوقائية ليقوموا بتوعية العمال التابعين لهم منعاً للتجمعات. خلال هذه المرحلة وهذا البرنامج اللي هو برنامج التعقيم الوطني الكلي، الهيئة اتخذت إجراءات كثيرة من ضمنها ولأول مرة منذ تشغيل مترو دبي 9/9/2009 تم إيقاف خدمات المترو في 5 أبريل. المطار عنده مسؤولية تجاه هذين المسافرين اللي وصلوا، وصل عدد المسافرين تقريبا فوق 1000 مسافر عالقين بالمطارات، قدرنا الحمد لله نسهل لهم أمورهم ويرجعون على بلادهم. عندنا في مطارات دبي نحن تقريبا 3 فنادق على في المبنى داخل، قمنا بتأجير دفعة الغرف عنهم، قمنا بتزويدهم بالأكل وبالرعاية الطبية، فمطار دبي ما تخلى عن المسافرين اللي كانوا عالقين في المطار خلال الأزمة هذه. ولمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد من كل الجهات وحماية السكان، أطلقت هيئة الصحة خدمة الفحص من المركبة خلال تحركاتهم الضرورية، وتم إنشاء مستشفيات ميدانية متخصصة في عدة محاور لاختصار الوقت خلال الفحوصات. نحن بين كل فترة ومرحلة نقيم الوضع، وراح نظل نقيم الوضع. كل الدوائر الحكومية في الإمارة عندها فرق متخصصة اللي غصد لكل الاتجاهات، على ضوها يتم اتخاذ القرارات الملائمة والمناسبة. أنا حاب أشكر كل شخص فيكم على تجاوبكم مع القرارات التي وضعناها كلجنة عليا لإدارة هذه الأزمة الاستثنائية، والتي لا يمكن التغلب عليها إلا بتعاونكم مع فرقنا الميدانية، الذين أوجه لهم الشكر على جهودهم وتفانيهم في العمل كفريق واحد يخدم دولة الإمارات. الوقت الصعب الذي نعيشه سيمضي، والصبر هو وسيلة العبور. الوقت الصعب سيمضي، والثقة في الدولة هي الأساس. الوقت الصعب سيمضي بجهود خط دفاعنا الأول. هم خط دفاعنا الأول، نحن خط دفاعكم الأول، وأنتم كونوا خط الدفاع الأول لأهلكم، لعائلاتكم وأحبتكم. احموا نفسكم لتحموا من تحبون. هذه الأزمة ستنتهي، الوقت الصعب سيمضي، وأنتم مهما كان دوركم ستبقون خط دفاعنا الأول، خط الدفاع عن الوطن. أنتم من خط الأمامي الدفاع
الأول عن الوطن، والمهمة تقومون فيها كبيرة وعظيمة، ولكنها بعدها ما انتهت.